وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة يمكن عطول منحاول نركز عليها بمحطاتنا الصباحية. صعوبات التعلم من أكثر المشاكل التربوية يلي بتواجه الأهالي والأطفال، فمنشوف كثير من الأمهات بيشتكوا أنه طفلهم عنده تدني بالمستوى الدراسي. هون بتبلش الأفكار تاخذهم وتجيبهم، يا ترى هل الطفل عنده مشكلة مرضية أو نفسية معينة؟ وكل ما كانت يمكن نور رحلة العلاج أبكر، كل ما ساعدنا الطفل تخطي هي المرحلة. أكيد هايدي، وبالآونة الأخيرة عم نسمع بمصطلح صعوبات التعلم بشكل كتير كبير بالعشر سنوات الأخيرة. في كتير من الأطفال عم يكون في عندهم مشكلة بصعوبات التعلم. كيف فينا نتخطى هي المرحلة؟ كيف فينا فعليا نساعد أطفالنا بشكل تدريجي لما يكونوا هن أقل مستوى تعليمي من يمكن أقرانهم أو زملائهم؟ هي بدها شوية اجتهاد من الأهل، من المدرسة، عملية تشاركية. ممكن أي طفل يمر اليوم بهي المرحلة بصعوبات التعلم. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الاختصاصية التربوية خزامة ملحم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. بداية اليوم يمكن منشوف أو منلاحظ كثير من الأطفال عندهم مشاكل أو صعوبات بالتعلم، هذا الشيء يمكن نشوفه من عمر صغير. هون خلينا نقول إنه الأهالي ببلشوا يصير عندهم خوف وقلق، يا ترى أنا كيف ممكن أتعامل مع طفلي؟ خلينا بداية قبل ما نفوت بالتفاصيل نتعرف نحن والمشاهدين على مصطلح صعوبات التعلم. صعوبة التعلم هي أهم ميادين التربية الخاصة اللي أولد فيها الدولة رعاية كبيرة برعاية السيدة الأولى أسماء الأسد. صار فيها كتير اهتمام ورعاية. هي عبارة عن اضطراب أو مشكلة بتظهر بأهم مشاكل الكلام، القراءة، الكتابة، العمليات الحسابية أو بقى المفاهيم النمائية نتيجة خلل وظيفي بسيط بالدماغ. هلأ مننوه دائما أنه طفل صعوبات التعلم ما بيعاني من أي إعاقة جسدية، ما بيعاني من أي إعاقة ظاهرة، ما عنده إعاقة سمعية، إعاقة بصرية. هي عبارة عن إعاقة خفية موجودة. أكيد. حكيتي خلال حديثك أستاذة خزامة أنه السبب ممكن يكون خلل في الدماغ، في أسباب أخرى لصعوبات التعلم ممكن تكون إلى أثر على تعليم ولا فقط هيدا السبب؟ لأنه نحن بالآونة الأخيرة عم نشوف في ازدياد يعني بهي المشكلة، وبنشوف لا هي ممكن تتخطى مثل ما قلنا ببداية حديثنا إذا تم اجتهاد بين المدرسة والأهل. بس ممكن هيدا الجيل له علاقة، يعني عشر سنوات الأخيرة الحرب إلى علاقة، الضغوطات اللي عشناها، ولا لا فقط هو ممكن خلل بسيط؟ هلأ هي بما أنه تعددت الأسباب لما هن درسوا الموضوع وصار في أبحاث، صار في اهتمام كتير مشترك من الأهل، من الكوادر كلها، فهو أنه صنفوا الأسباب أنه عندي أسباب بيولوجية عضوية، في أسباب وراثية، وفي أسباب بيئية. الأسباب البيئية ممكن أنه نتيجة الضغوطات، الحرب، القصص اللي صارت هلأ بنشرحها. هلأ الأسباب العضوية البيولوجية اللي أنه جابوا مجموعة أطفال صعوبات تعلم وقت هن خططوا الدماغ شكوا أنه ممكن يكون سبب إعاقة، ما لقوا أي تلف بالدماغ، فصنفوا أنه عبارة عن خلل بسيط بالدماغ أنه ما في إعاقة. هلأ الأسباب الوراثية كمان رجحوا أنه ممكن يكون في وراثة من العائلة. هلأ الأسباب البيئية هون بقى سوء التغذية اللي بتتوجه له كل منظمة الصحة العالمية هلأ عم تتجه له كتير، أنه أنا لازم الطفل ينشأ ببيئة فيها تغذية سليمة. يعني يكون عندي اللي يبتعد عن الطعام الغير صحي، يبتعد عن الملونات، يبتعد عن كل هاي الأشياء. طبعا كمان البيئة اللي ما فيها اهتمام فرص تعليم مبكر للطفل، لأنه فرص التعليم المبكر ممكن تكشف لي الأسباب النمائية للطفل، التآزر الحركي الحسي، هاي القصص، فرط النشاط، هاي أنه بتنكشف قبل. صحيح. طيب خزامة، بعد ما حكينا عن الأسباب خلينا نروح نحكي عن الأعراض. يمكن اليوم من أكثر الأعراض الشائعة أو منشوفها أنه الطفل أو الطالب بيكون عنده هيك في بيقرط ببعض الحروف، ببعض الكلمات، ما بيحكي بطريقة مفهومة. حتى إذا بدنا نكون دقيقين يمكن تكون مسكة القلم ما فيها غلط. طيب هاي الأعراض إحنا بنعرفها، خلينا نوضح شو في أعراض غير مباشرة ممكن تظهر عند الطفل وتورجينا أنه فعلا عنده صعوبة بالتعلم. هلا بالنسبة للأعراض، في عندي الأعراض النمائية وفي عندي الأكاديمية. النمائية اللي هي بتكون بعمر الروضة، يعني بعمر رياض الأطفال، وقت اللي هو دخل صاروا يكتشف انه هو ما في عنده تآزر حسي حركي، ما في تآزر بصري حركي، يعني ما في عنده توافق
بين الرؤية وبين حركة الأطراف، في عنده فرط نشاط، ما في انتباه، ما في تركيز، يعني في عنده ضعف بهي الأمور، فهي الأمور صار عنده ضعف فيها، انتقل للمرحلة الأكاديمية، صار بالمدرسة ما عاد قدر يواكب رفقاته بموضوع القراءة والكتابة والتحصيل العلمي، صار عندي تحصيل أدنى، تحصيل علمي أدنى. فهلأ هون هي بالنسبة للمرحلة اللي قبل النمائية. هلأ تمام. بالنسبة للمرحلة الأكاديمية هو فات على المدرسة، هلأ هون بقى بلشت تظهر عنده المشاكل بموضوع القراءة، هلأ صعوبة التعلم بالقراءة، صعوبة التعلم بالكتابة، صعوبة التعلم بالعمليات الحسابية. هلا صعوبة التعلم بالقراءة مثلا، هو مثلا اجى بده يقرا جملة معينة، مثلا ذهب سامر الى المدرسة، ذهب ذهب ذهب، كرر الكلمة اكثر من مرة، حاول انه يقرا، لقى حاله انه هو عم يا اما عم يقرا ببطء شديد يا اما عم يقرا بسرعة كبيرة. هي شغلة. بالنسبة لل الكتابة، الكتابة كمان، الكتابة هي حصراً يعني بيكتبوا من اليسار لليمين مهما وجهتي. هي شغلة. شغلة تانية عنده نسخ خاطئ للحروف من السبورة للدفتر، بينسخ نسخ خاطئ. لما كمان بيصير عنده مشكلة بالحروف المتشابهة اللي هن باء تاء ثاء جيم حاء خاء، هدول دايماً بيعاني منهم. العمليات الحسابية، هو بحب العمليات الحسابية البسيطة جدا، يعني عطيه أي شيء في صح وخطأ بينبسط فيه كتير. شوي صعبي له الأمور، بيعصب بيتوتر ما عاد بيقدر يكمل. هلا بيعاني من موضوع الجمع والطرح كتير، مع أنه عمليات بسيطة بتكون. بيعاني موضوع الأرقام، بيعكسها 7 و8 و2 و6، هدول بيعاني فيهم. فهون هو بصير عنده تحصيل. طب ذكرتي أعراض يعني بالمجمل كثيرة لصعوبات التعلم، فينا نصنفها ضمن أنواع لصعوبات التعلم؟ يعني هل هناك في أنواع؟ أكيد. أو ممكن نعتبر المستويات تختلف مثلاً؟ أيوة. صعوبات تعلم شديدة خفيفة الشدة ولا أيوة. مختلف التقييم؟ أيوة حبيبتي. هلأ أول شيء هن مجموعة غير متجانسة. يعني أنا مثلاً بدي عالج أطفال، أنا عندي مجموعة صم بدي عالجهم، مجموعة طريقة واحدة والطرائق واحدة والاستراتيجيات واحدة، بينما هون في عندي حدا بيعاني صعوبة تعلم قراءة، صعوبة تعلم كتابة، صعوبة تعلم مفاهيم حسابية، في فرط نشاط، في إنه كل مجموعة لحال يعني بيكون. أكيد. يعني بالختام الاختصاصية التربوية خزامة ملحم، بدنا نشكر وجودك معنا وأكيد كل المعلومات المهمة اللي قدمتي لنا إياها. شكرا لك الاختصاصية التربوية خزامة ملحم على وجودك معنا. ومثل ما قلت يمكن ببداية حديثك، مشكلة صعوبات التعلم هي مشكلة ممكن تعدي بشكل سليم إذا تم فعليا المشاركة بالحل بين المدرسة والأهل والمدرسة. ممكن فعليا الطفل يعني ينشأ ببيئة تعليمية صحيحة ويستمر بتعليمه. أيوة. المهم دائما أنه اتجه أنا للأشخاص المختصة. أكيد. يعني في مشكلة طبية بتجه للطبيب، والمعلمة بتكون كمان مختصة وعلى علم بهالشيء. أكيد. الختام نتشكرك. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك.